عاد الإسباني أوريال روميو لاعب خط الوسط إلى برشلونة مجددا بعد 12 عاما بعقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو. وكان روميو صاحب 31 عاما قد تدرج عبر أكاديمية برشلونة، لكنه شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني ضمن صفوف الفريق الكتالوني، ثم من بعد ذلك انضم إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2011. وشارك روميو في 256 مباراة خلال 7 أعوام قضاها مع ساوثهامبتون الذي رحل عنه في عام 2022. يعاود الجناح البرازيلي نيمار تدريباته الجماعية مع فريق باريس سان جيرمان خلال الأسبوع الجاري بعد شفائه التام من عملية جراحية إثر إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها مطلع مارس الماضي، وهذه الإصابة أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم. وينتهي عقد نيمار في صيف 2025، ويقال أن هناك بندا يسمح بتمديده تلقائيا لعامين إضافيين حتى 2027. وأثارت تكهنات عديدة بشأن النجم البرازيلي وإمكانية بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي. شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس زميله السابق في برشلونة الإسباني، والمنضم حديثا هو الآخر إلى النادي الأمريكي. ووصل ميسي إلى ملعب تدريب صباحا وحظي مع بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما أرضية الملعب، هذا ويحتل ميامي المركز الأخير في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي. وسيواجه نادي كروس المكسيكي في 21 من شهر يوليو الجاري، وذلك في مسابقة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي. انتقل بنجامين مندي ظهير أيسر مانشستر سيتي السابق إلى لوريان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لمدة عامين بعد أيام من تبرئة الدولي الفرنسي من تهمة اغتصاب. وفي يناير الماضي ثبت أن مندي غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي. وكانت آخر مرة لعب فيها مندي مع السيتي أمام توتنهام في أغسطس عام 2021، وأوقفه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما تم القبض عليه. وفاز مندي ب3 ألقاب للدوري مع سيتي، وكان ضمن تشكيلة منتخب فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018 دون أن يلعب النجم الفرنسي في النهائي. هذا كل ما لدي، والآن عودة من جديد لغوة وعبد العزيز. مؤسف ما حدث لمندي. صحيح، لكن البراءة يعني كان لها صوت أعلى. بالفعل، شكرا يا حازم. شكرا حازم.